عايزك تاكل شويه السمك دول يا سلومتي، عشان اخر الليل مش هتعرف نفسك، هتدعي لي. العيني عيني على الفوسفور ده كله، ده انا هنور طول الليل، مش هتتقطع عني الكهرباء. افتح بقك يا سلومتي يا معلمي وسيدي وتاج راسي. يا عيني يا عيني يا عيني، الصبر حلو يا جدعان، فعلا الصبر حلو. شوف انا صبرت كتير عليك ازاي، وعلى قله ادبك وسفلتك وطوله لسانك، لكن في الاخر اتعدلتي. ما هو من حبي وعشمي فيك يا سلومه، لو ما كنتش هتدلع عليك اتدلع على مين امك؟ اتدلعي يا نونو وقولي هاو 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 هاو. هنروح للمحامي امتى؟ ايه؟ عامل ايه كفل الشر؟ ما تخافش، انا عارف انك صرفت فلوس تنكيس البيت اللي لمتها من السكان في حتة الارض اللي ورانا، ما تخافش انا سترك وغطاك. عاوزة ايه يا نويل؟ الله، عايزة اقول لك ننزل نروح للمحامي عشان تكتب لي البيت باسمي. بيت ايه ده اللي اكتبهولك؟ انت اتجننتي؟ اكتب لك شقة عمري ليك انت؟ ليه؟ مش تعرفي ربنا اللي لميتك من الشارع بعد الفضايح اللي عملتيها مع الواد الصايع ده بتاع كبدة الحمير؟ وهو كان مين اللي رماني في الشارع يا راجل يا نار؟ بس انا نازل دلوقتي وراجع بالليل، لكن قسما عظما لو رجعت بالليل وجبت سد الموضوع ده تاني على لسانك انا هرميك في الشارع بالهدبة اللي انت لابساها. الشارع ده يلمك انت واللي زيك، الا ما شفت منك خير، لا فلوس بتدي ولا لسان بينطق كلمة عدلة. إله يا بعيد يطسك سواق يكون أعمى. Hello. Good evening, Mr. Marwan. I want to inform you that the diamond you ordered came and we are waiting for you to come and pick it up. Ah. Which diamond? The diamond that we ordered for you from Italy. Oh, no, thank you. I don't need it anymore. Change your mind? What do you mean you change your mind? We already bought it for you. It's identical to the one you have. It's the same piece. I bought it from you with 1 million. And then I made you buy it with 2.5 million. That's all. What do you mean? Hard luck. Goodbye. Huh? Next time, take care. And take care. And take care. أنا قلتها لكم. يلا مع السلامة يا معلم. دقيقة على طول. تعال في الكوريا. عوف عليك يا خي. مفتاح الشقة للهانم. أصله نسيت مفتاحها فوق. وهي ليه يا ترى بقى ما بتنزلش من العربية؟ على رجليها نقش الحنة ولا شغالين عندها؟ بقول لك إيه يا كوريا، هنرجع نعيد تاني ونزيد تاني. ما هي مستنيك يا خي. عايزة مني إيه؟ انت مالكيش دعوه بيني، انا مش ناقصاكي، سيبيني في حالي. بقول لك يا حبيبتي، انت فاكره نفسك نازله بنسيون خارجه الصبح وراجعه اخر النهار ولا حد عارف انت رايحه فين ولا جايه منين؟ بقول لك ايه يا كوريا، الهانم كانت بتزور والدها الباشا عين. والدها شلها يا والدها. بقول لك يا حبيبتي، انت كده هتاخدينا كلنا في حديه، احنا متوين الجدعانه، مش هتخرجي وتيجي وترجعي لنا بالحكومه في ديلك وعايزانا اسكت. انت مستحيله، انا الغلطانه ان انا رجعت. استاذ شكري خدني اي حته ثانيه، انا مش قادره استحمل خلاص. استحمل لا كوريا، ادي لها المفتاح، ادي لها المفتاح بدل ثلاثة بالله العظيمة بدي أدي عليك. ماشي يا خيه، فضالي. بعد كده الخروج والرجوع يبقى باستئذان، مش ميخة هي. ماشي، فضالي. عندها فشل كلوي بنسبة عالية جدا، وهتحتاج جلستين غسيل في الأسبوع. وهتعرف تشتغل تاني؟ ده الأمر ده يتوقف على طبيعة الشغل نفسه. لو في شغلانة ما تحتاجش مجهود كبير وتبقى قاعدة مفيش مشكلة. ليه؟ هي هتشتغل مذيعة؟ وجلسة العلاج دي بقى تتكلف كام؟ الجلسة دي تتكلف حوالي 350 جنيه. يا نهار اسود، يعني 700 جنيه في الأسبوع، يعني 2500 جنيه في الشهر. ليه؟ هي دخلت لنا كام 2500 جنيه في حياتها؟ طب ما ينفعش علاج على نفقة الدولة. قرارات العلاج على نفقة الدولة واقفة دلوقتي وما بتطلعش. ما بتطلعش؟ كتر خيرك يا دكتور، خليها لكم، ما تلزمناش. سلام عليكم. عليكم السلام. تقلقي ان شاء الله هتبقي زي الفل. في ايه يا سندس؟ مالك مالك يا سندس؟ في ايه؟ في سبتيني ومشيتي،
معلش يا سندس. البنت اللي هنا برضو سابتني لوحدي وانا خايفة. حبيبتي يا سندس انا جنبك مش هسيبك تاني، بس ما تعيطيش. انا جعانة. طيب وهعمل لك اكل يا حبيبتي وهسرح لك شعرك وهرجعك سندس الحلوة. ما تعيطيش يا سندس تضحكي. عايزة اكل. حاضر حبيبتي من عناية، وريني ضحكتك الاول. مش هسيبك يا سندس، مش هبعد عنك. انا جعانة. حاضر وريني ضحكتك الحلوة بس. هقوم اعمل لك اكل. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه يا سندوسه؟ كابوريا. بس واتك البت تقريبا خطيبتك دي وشكلها مقرش. انا مش عارف البت دي عدت من تحت ايدك ازاي هيما، مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم واتكت ايه دي، بتكح قمصان نوم. البت دي اصلا كانت متجوزه واحد في الخليج وما رستش منه دنار احمر، وجات يعني بالهدوم اللي عليها. بس واتك ايه يا عم؟ انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه. المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون، وتدلعني بقى وتصرف عليا. أيوة. تدلعني يا طاعون. ادون جول وقعد حلب حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت فين يا ده سوكا، مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي، بقالك يومين مش ظاهر، ما بتفتحش العربيه ليه؟ في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده اشتغلت؟ فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ، بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي، من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقحه، الناس هنا يا سوكا مش لاقي تاكل عيش حياف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه والنص بالنص. وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب. الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه ده على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي بس بق ودلدوله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول. وهتيجي بقى كوريا تقول لك كباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه يا جاك طاعون، تدي له مفتاح عربيتك. ياض عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس، ده عربيه كبده. ده سوكا طاعون. سوكا بالهنا والشفا. ثانيه بس هشوف مين اللي بيخبط. جيتك ضربة. يو انا جيت ناحيتك دلوقت. ايوه بقول ايه؟ انا قصدك في خدمة. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ لا ما كنت عربية. سبتيني يا اختي خايفة وجعانة. تعالي تعالي. النبي خلت استني دلوقت. خير؟ عايزاك تكلمي للظابط بتاعك. الظابط بتاعي؟ ليه؟ هي ما جاله استدعى من النيابة، وعايزين نعرف الاستدعاء ده ليه. انا اللي هكلم الضابط. انا هقول له ياخدك يحطك في السجن علشان انت سبتيني انا وقراك. معلش يا خالتي، حقك على دماغي، حقك على دماغ امي الله يرحمها. بس والنبي والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي، انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان. طب معلش يا جولي، تعالي على نفسك عشان خاطر الواد، لا ينتصف فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه، خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه، مش هيعمل حاجه. انت اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه، بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. تدلعي. بقول لك ماليش دعوه، مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انت مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسنا قضايا عشان متسطرين عليك، وكدبانين على الحاره كلها، ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي، وشايلة همك للنهار كأنه همي. يا شيخة، ده حتى لما نزلت الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كأنك أختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ وانتي ايه؟ كأن الناس دي كلها